نوغا أرجماني المعمئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف إسرائيليون احتجزتهم المقاومة يوم 7 أكتوبر، وأعلنت إسرائيل استعادتهم يوم السبت في عملية نفذت في خضم هجوم جوي وبحري ومجزرة مروعة ارتكبتها بحق الفلسطينيين، خلفت أكثر من 270 شهيدا في النصيرات وسط قطاع غزة. هؤلاء المحتجزون الذين أعلنت إسرائيل استعادتهم كشفوا بعض التفاصيل التي ارتبطت بتجربة احتجازهم لدى المقاومة في غزة، منهم نوعا أرجماني. القناة 13 العبرية نقلت عن نوعا قولها لعائلتها أنها رأت الموت أمام عينيها مباشرة عدة مرات وهي في الحجز، وأصيبت بسبب القصف الإسرائيلي، وفي إحدى المرات دخل الصاروخ الإسرائيلي إلى المنزل الذي كانت فيه واعتقدت أنها ستموت لكنها نجت. وأشارت إلى تنقلها بين عدة شقق وأنها لم تدخل أي أنفاق نهائيا خلال فترة احتجازها لدى المقاومة. هذه المقاطع التي نشاهدها كانت أول ما نشر لنوعا بعد إعلان الاحتلال تحريرها، لكنها سرعان ما أثارت موجة من ردود الفعل العربية والإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي. مذيعة القناة 12 الإسرائيلية والممثلة لما تطور كانت ممن تفاعلوا مع تلك المقاطع مشاهدين، فلما استغربت مظهر الأسيرة السابقة نوعا وشكلها الجيد الذي لا يوحي بمظهر شخص احتجز لمدة 9 أشهر حسب وصفها. لذلك علقت لما ساخرة عبر خاصية ستوري في حسابها على انستغرام بالقول: هاي شكل واحدة مخطوفة صار لها 9 أشهر، حواجبها أرتب من حواجبي، بشرتها، شعرها، أظافرها، إيش فيه؟ وتابعت: عشان هاي لازم يموت ويتقطع أطفال ونساء وأبرياء، في إشارة إلى مجزرة النصيرات. لم تمضي لحظات على تلك المنشورة ليبدأ هجوم إسرائيلي كبير عليها وسط مطالبات بطردها ومحاسبتها، لتستشيب بالفعل القناة الإسرائيلية وتعلن إيقاف تطور في بيان أدانت فيه القناة بشدة ما نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي. صور نوعا وظهورها بشكل ومظهر جيد بعد استعادة الجيش الإسرائيلي لها لم تجلب التساؤلات لما تطور وحدها. فهنا الناشطة فانيسا ميكا تقول إنها تشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كانت نوعا قد تعرضت للتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب أو التحرش الجسدي أو النفسي خلال فترة احتجازها من قبل حماس. ومن مظهرها يتضح أنها في حالة نفسية وجسدية جيدة، وهو ما لا نستطيع قوله عن الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل بحسب ما تقول فانيسا. وهنا الحقوقية ليندا جولدشتاين تعلق: يبدو أن أرجماني قد غذيت بشكل جيد للغاية، من هم الأشرار مرة أخرى؟ وهناك من قارن بين حالة الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال والمحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة، منهم الصحفي ماكس بولنثال الذي نشر هذه الصورة معلقا على اليسار: الإسرائيلية نوعا أرجماني بعد إطلاق سراحها من حماس في غزة، وعلى اليمين رجال فلسطينيون من غزة بعد إطلاق سراحهم من الأسر في معسكر الاعتقال لدى إسرائيل. وفي سياق الحديث عن أسرى قطاع غزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، تجدر الإشارة إلى أنه وحتى اللحظة يقبع معظم الأسرى الفلسطينيين في سجون ومعسكرات سرية وسط تعتيم غير مسبوق وفقا لوزارة الأسرى والمحررين بغزة، كما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية رواية أحد حراس المعتقلات الإسرائيلية الذي وصف المعتقل بالأقفاص، في حين أشار إلى وجود مناطق أخرى للاعتقال وهي عبارة عن مستشفى ميداني من الخيام يحتجز داخله عشرات الأسرى الجرحى المحرومين من مسكنات الألم، مكبلي الأيدي، معصبي الأعين، شبه عراة، وقد خضع بعضهم لبتر أطراف في حين أجريت لبعضهم عمليات جراحية كبيرة في البطن أو الصدر وفقا للصحيفة.